السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. معنا استخارة من القرآن الكريم لمواليد برد السرطان. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابنا في الله فضلا وليس امرا ان ندعموا الفيديو باللايك. اخواتنا في الله المشاهدات بتكون عندنا على الفيديو بتكون بتعدي 1000، لكن نلاقي يعني على الفيديو 20 لايك 30 لايك 50 لايك، ففضلا وليس امرا احبابنا في الله ادعم الفيديو باللايك وانزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى، ان شاء الله تكون بشرة خير ليك وتكون الفرحة ديالك باذن الله تعالى. سورة آل عمران، اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته الطيبون الطاهرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف، لا اله الا الله. بسم الله بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. عندك تغيرات كثيرة، عندك تغيرات، عندك تغير وفي قرار، يعني في قرار عندك مهم انت مستنيه، مستني مكالمة دايلك من وراها مال، او دايلك من وراها بيع، او دايلك من وراها شراء. انت منتظر مكالمة من حد هيكلمك. في عندك بيع او شراء، لا راح تبيع محل او راح تبيع شقة او راح تبيع منزل او راح تبيع سيارة او راح تشتري حاجة. عندك لقاء بشريك، عندك لقاء يعني ارى في بداية حب او منصب او سفر، او في حد بيدعمك من الخارج، في حد عندك بيدعمك من الخارج وعندك ديالك بشر السفر. ابشر ابشر ابشر. عندك راح تمتلك شيء جديد، عندك شيء راح تمتلكه، وفي توثيق عقود، يعني عندك شيء راح تمتلكه شراء او هتوثق عقود باذن الله تعالى. صلى على الحبيب المصطفى. بس هنا خلي بالك، ابشر ابشر ابشر، جاي لك حد، يعني الحد ده هيساعدك هيدعمك هيكون معاك هيقف معاك بعد التعب كل اللي حصل في حياتك. عندك نجاح مهني واموال، راح تنسيك شريك نرجسي وخروج من علاقة سامة، هتخرج من هاي العلاقة السامة بإذن الله تعالى. بس هنا أرى للبعض هنا يعني في عرض ارتباط جديد، عندك عرض ارتباط أو زواج يعني من شخص يعني بيحبك أو كويس هاي الشخص ده زي ما بيقولوا. بس ترى هنا في ناس داخل حياتك تعباك خنقاك كسرت قلبك درحتك قلق، يعني اذتك كثير، الناس دي اذتك تعبتك، لان راك يعني قلقان ومحتار وعندك تفكير كثير، بتفكر كثير، بالك مشغول، يعني مش عارف تاخذ قرار، محتار. اكتر حد عندك الحيره، اكتر حد عندك الخنقه، اكتر حد عندك الضيق. بس الحظ معاك دايلك، الحظ معاك والرزق معاك، باب الرزق مفتوح لك، باب الرزق والحظ مفتوح لك. بس انت تعبان، عندك طاقة سحر وطاقة مس كمان، عندك مس وسحر. بس روحانيتك عالية، عندك روحانيات بالصلاة على النبي، روحانياتك عالية جدا، بتديك الإحساس قبل الشيء قبل حدوثه، بتديك إحساس وإحساسك بيكون صادق. رؤيات المنامية ساعات بتكون معاك صادقة بس معاك بتكون نسيئة، لأن رؤياتك المنامية فيها أدلات أو حداث صحيحة أو حداث صادقة كثيرة، لكن بتنساها. زيد أكثر في صلاتك، صلاتك في أوقاتها، صلي عليك أذكار الصباح أذكار المساء والتخلص من السحر والمس الشيطاني، لأن روحانياتك بالصلاة على النبي كويسة جدا. وشاف الحظ معاك، يعني أنت مش تعبان جسديا، لكن يعني ماديا كويس معاك، لكن تعبان جسديا، تعبان نفسيا، مخنوق، متضايق، حابس قفل على روحك، يعني قاعد 24 ساعة بتفكر، محتار، مش عارف تاخذ قرار، يعني مش طايق روحك، مش حابب تتكلم مع ناس، مش حابب تخرج، مع انك لما بتخرج بتحس بالراحة، لما بتخرج بتحس بالسعادة، او بتخرج بترتاح نفسيا، بس انت مش حابب كده، مخنوق دايما، متضايق دايما من هذا منطقة السحر. بس عندك شيء جميل قادم ليك، وتعويضات الهية قادمة، عندك خبر واسع، يعني خبر مفرح، خبر ليك، يعني عندك بركة في الرزق. في حدا تخص العمل هتخلص، او عندك ترقية في العمل، رح نجمك يلمع في مجال عملك، لان عملك رح تندح منه. العمل ديلك شهرة او ترقية او مبلغ مالي، لان انا رح ديلك فرحة من نسبة العمل. في حدا مفقودة منكم، حدا مفقودة او حدا رايحة منكم، أو لأن الرق يعني بتحصل على شيء مفقود منك أو رايح منك، هذا الحدا دي رايحة منك مفقودة، راح تحصل عليه وراح تلاقيه. عندك قرار، عندك قرار صح، القرار ده هتاخذه صح،
وبعد ما تاخذه يعني القرار ده يخص عملك، وهتلاقي دليل يؤكد ان انت القرار اللي خدته صح، مع انه انت يعني خايف او قلقان او محتار، لكن قرارك اللي خدته هو الصح وهو المنطق، هو الصح القرار اللي خدته. في شخص انت هنا يا راكب بتحبه قوي، بس يعني مش عارف توصل له او مش عارف ازاي يقرب منك او يكون ما بينك وما بينه تواصل، بس هنا في مواجهة مع حد، هتواجهه شخص، هتواجهه هيحصل كلام ما بينك وما بينه، هو يريد لك اذى، الشخص ده يريد لك اذى، يريد يؤذيك، يريد يدمرك، يريد يكسر قلبك، يريد يجرحك او عايز يكسرك، لكن هتواجهه، عندك مواجهة ما بينك وما بينه، ربنا معك وهينصرك عليها بأمر الله. بس انت هنا أراك عندك كمية ندم، ندمان ليه؟ عندك كمية ندم، يعني أراك هنا ندمان، ممكن ندمان على فضفضة من لسانك من كلامك، ندمان على الفضفضة، ندمان على طيبة قلبك، لأن انت قلبك طيب، بتتكلم مع الناس بحسن نية، بتتكلم مع الناس بطيبة القلب، لكن الناس بتاخذ الكلام وبتوصله لناس ثانيه، لان راكن ندمان على فضفضه قلتي، يعني مع انك انت معك حق، الكلام اللي قلته صادق، بس الناس زودت عليه كلام ووصلته لناس ثاني فحصل كلام او مشاكل. بلاش يعني كل اللي في قلبك يكون على لسانك. عندك مفاجاه حلوه، مفاجاه حلوه يعني غير قدمت غير متوقع ليك، قدامك ثلاث نقط، ممكن تكون هديه، هديه قيمه يعني هديه كويسه ديالك، وفي منكم دات له هدية، دات له هدية من الخارج كمان، يعني دات له هدية كويسة في حد منكم، وكمان دياله هدية غالية. عندك برضو هنا استلام أوراق أو سيكة، ممكن تقول حكومية أو بتخلصها، مهمة يعني تخص أنت منتظرها، هتستلمها تخص عملك، الوثيقة دي أو أوراق أو حد هتستلمها هتخص عملك، تخص العمل أو شغلك أو هتعلي من شغلك يعني هنا. وعندك برضو هنا أمور خير فيها ليك بإذن الله تعالى، يعني في خبر مفرح، أنت منتظر مكالمة، أنت منتظر مكالمة أو بترد على حد مرتي أو بترن على حد مرديت شيء أو منتظر مكالمة، في مكالمة تدي لك، يعني قدامك خلاص قدامك خطوتين وإن شاء الله المكالمة دي ديالك، المكالمة دي ديالك. عندك هنا يعني ستفادى بأفراح قادمة ليك، انفراجات طال انتظارها، وستبدل احوالك باذن الله تعالى للاحسن باذن الله تعالى، ان ربك اذا اعطى باب الحظ باب السعاده يتفتح قدامك، انت كنت بتحاول تفتحه وتفتح معك وتفتح، بس هو يعني اتفتح في الاول كان معك باب السعاده واتقفل، اتقفل من السحر، باب الرزق وباب الراحه كان مفتوح معك، كل حاجه كانت ماشيه معك، لكن انقفل من السحر والبس، فراح يفتح معاه، ومنكم فتح معاه الباب، باب الحظ وباب السعادة فتح معاه، وراح يكتمل الباب فيه الخير فيه السعادة ليك. بس انت هنا يعني حاول تخلص من الطاقة دي اللي عندك، الطاقة دي برضو عندك تعبانك، تعباك لان اشوفك قلقان ومخنوق، بس في مكالمة او رسالة هتدي لك، يعني المكالمة دي او الرسالة هتدي لك من شخص دي غايب عنك، يعني غايب عنك بقاله فترة، الشخص غايب عنك بقاله فترة، هتدي لك المكالمة. ورا هنا أمور هتكون مثيرة ليك، هتندح وهتعلي وشأنك هيكون أعلى، وهتندح وهتثبت للآخرين إن أنت الصح وأنت وصلت لهدفك بدون مساعدة حد، بدون مساعدة حد، محدش ساعدك، محدش وقف معاك، محدش دعمك، مع إنك بتدعم الناس كلها، الناس كلها بتساعدها بتدعمها، اللي بيطلب منك حاجة بتديها له، مش عايش حد عن حد، وبتحب الناس، بتحب الخير للناس كتير، لكن الناس بتحب لك الشر. أراك هنا راح تنهي إنهاء شر وإعلان نصر على الحزن، على الحزن. في منكم المبتعدين منتظر عودة حبيب، منتظر عودة حبيب، ولا البعض خلي بالك، حبيب في علاقة سرية في طرف ثالث، في طرف ثالث. في منكم هنا يعني الدخول او دخلتوا يعني البعض منكم مع شخص حبته واعطته له كل الثقة، لكن طلع خاين او مش كويس، او هو متعدد العلاقات في علاقة سرية،
والتعب اللي عندك اللي في جسدك. البعض يعني منكم هنا ارى ظهور اشياء غريبه في جسده مثل حروف او خدوش او تعب عمود فقري او احلام مزعجه مثل كلاب قطط حيوانات اسود نمور افاعي. هي من السحر احبابي في الله. منكم برضو حاسس وعارف ان السحر وحاول يفكه بس مش عارف يفكه ازاي، طبق كذا طريقه او ماشي في طريق العلاج بس مش عارف، محتار متردد مش عارف تفك ولا لا، مش عارف توصل للهدف الصح. كل ده من السحر. السحر وست، يعني ست اللي عامله لك السحر ده، ست دي قريبه منك، يعني قريبه منك جدا، مش غريبة عليك، هي قريبة الست دي، مش غريبة عنك يعني قريبة منك قوي. بس هنا انت يعني في اشخاص هنا اراها ان الاشخاص دي نسيت نفسها، الاشخاص دي نسيت نفسها، نسيت يعني اصلها، يعني اراهم بيتعالوا عليك لكن اراك في مواجهة حادة، وهتوريهم مقامهم وهتوريهم نفسهم وهتوريهم ان هم اصلهم ايه او الناس دي ايه وبتتعالى ليه او شايفة نفسها ليه، هتوريهم مقامهم وتوقفهم عند حدهم، لان اراك هنا في مواجهة حادة ونصر ليك انت ونصر راح تنتصر. بس هنا في اشخاص حواليك يعني بيحاولوا يمسكوا عليك غلطة، الاشخاص دي بيحاولوا يمسكوا عليك غلطة واقفين لك على الوحدة، دول واقفين لك على الوحدة، يعني الناس دي واقفة لك على الوحدة، ولكن انت كيدهم لانك انت ماشي في مشوار عملك او رزقك، ماشي في هدفك وبتحب هدفك وحابب توصل وحابب تكون ناجح واسمك يكون عالي، يكون لك شأن عالي، هتوصل للي انت عايزه، هتوصل للي انت عايزه. برا منكم هنا برضو البعض اكتشف اسرار، يعني كشفت انت او انت اسرار، يعني وعرفت ان في شخص بيخونكم او مش كويس، انتوا تحررتوا من قيود، تحررتوا من علاقة، تحررتوا منها، ما تزعلوش ان انتوا يعني سبتوا العلاقة دي، ربنا كشف لك عشان خاطر تبعد عن العلاقة دي، لان العلاقة دي سامة او هتأذيك. عندك برضو القراءة دي احبابي في الله، خذ اللي طابق عليك اخواتنا نساء او بنات او رجال او شباب، خذ القراءة احبابي في الله اللي طابق عليك، مش كل القراءة دي ليك، القراءة دي عامة وليست خاصة أحبابي في الله. فضلا وليس أمر يدعموا الفيديو باللايك أخواتنا في الله. عندك بشرة يعني وفرحة كبيرة، استقرار، عندك كمية استقرار في منزل جديد، فرحان مبسوط، وراح تفك الكرب اللي انت فيه، المشكلة اللي انت فيه، الحكم أو السجن أو سجن، عندك حد عزيز على قلبك مسدود، عندك عليك حكم أو أوراق بتخلصها في المحاكم، حد بيخلص لك في الأوراق أو بيخلص لك في شغل المحاكم، لأن فيها خير ليك، فيها خلاص يعني هتاخذ البراءة أو هتخلص ورقك بخير، راح يخلص الورق هاي الأيام بإذن الله تعالى. في حدا غالي على قلبك راح تحققها، عندك تحقق أمنية غالية على قلبك، عندك تغير عتبة كما كنا، هتغير العتبة والأوراق الحكومية هتخلصها، العتبة إن شاء الله يكون فيها السعادة ليك، فيها الراحة ليك، فيها بعيد عن المشاكل. هتكتشف برضو يعني أنت غلقان، عايز تكتشف السحر، عايز تكتشف مين اللي عمل لك، عايز تكتشف حاجات كثيرة، عايز تكتشف، عايز تعرف أسرار، عايز تعرف أخبار، لأن راك برضه هتكتشف أمور حقائق حواليك، راح تكتشف الأمور اللي حواليك والحقائق اللي حواليك، كل حاجة راح تكتشفها بإذن الله تعالى، وهتعرف مين معاك ومين عليك. هتعرف كل حاجة. بس انا راقة في ناس خايفة من بكرة، خايف ليه؟ رب منكم خايف من بكرة وقاعد بتفكر في اللي داي، سيبها على الله، بلاش تفكير، بلاش حسبانية، احسب شغلك، بص لمستقبلك، بص بلاش التفكير الكثير وسيبها على الله، بص لهدفك اللي انت ماشي ليه، بص لمستقبلك، بص للهدف اللي عايز توصل له، بلاش كثرة الكلام، بلاش كثرة التفكير والكثرة، بص المال ومكالمة تخص السفر ومكالمة حل مشكلة معاك، المشكلة دي ممكن نقول تخص العمل أو علاقة الحب. في مقابلة هنا، مقابلة مع الأسرة أو اجتماع يعني أو اجتماعات اجتمعوا مع بعضيكم أو اجتماع مع بعضيكم، يعني أفضل ما تقولش لحد أو تعزم حد، خليها ما بينكم أو ما بين بعضيكم الأسرة هكذا، لأن العيان يعني كثيرة، الناس الحسودة أكثر من الناس الحبيبة.
ستفاجأ، لأنك يعني ستفاجأ بفرحة قدامك، لأنك صبرت كثير، تعبت كثير، استحملت ما لا يستحمله أحد، استحملت كثير التعب اللي هكذا المشاكل، حمل على أكتافك، كنت حامل أو شايل المسؤولية لوحدك. يمكن عندك تغير كمان يعني حياتك كلها بالأفضل. هذا الأسبوع ده هتتغير كل حاجة معاك بإذن الله تعالى. الفرحة تدخل بيتك وهتردع الأمان والفرحة راح تردع لبيتك. يعني من الصعب إن حقك يروح، من الصعب إن حقك يروح، حقك رادع، حقك ديلك، حقك ديلك وردع لك كل حاجة. يعني أنت هنا على موعد مع الضحكة مع من قلبك. هناك يعني شخص أراه يحبك، والشخص ده عايز يوصل لك وبيحبك قوي. يعني حصل ما بينكم كلام أو مشاكل أو هكذا، وهو بعيد دلوقتي حاليا بس عايز يوصل لك بأي طريقة. احذر يعني ما تخسروش، راح تكتشف كل حاجة، انكشاف عندك أسرار، أراه في ظهور أشخاص على حقيقته راح يظهروا وراح تعرفهم وهتكون مصدوم فيهم، وهم دول هم بعض المقربين راح تعرفهم من الناس اللي أذتك، من الناس اللي بتحاول تأذيك هتعرفهم، هيكتشفوا قدامك كل حاجة، راح تكتشف قدامك وهتعرف وهتظهر الناس على حقيقتها قدامك. عندك نجاح برضو كبير في الطريق ليك، عندك نجاح كويس، عندك نجاح في العمل أو في الدراسة، في نجاح، عندك طاقة نجاح بإذن الله تعالى. في رسالة حلوة، رسالة حلوة قوي هتذيلك، هتفرح قلبك رغم ان دواك كل الزعل، رغم ان دواك حزن كبير وهموم كثيرة شايلها بقلبك، ربك هو وحده اللي عالم بحالك وهيفرجها عنك عن قريب بإذن الله تعالى، عن قريب راح تفرح. على الصعيد العاطفي هنا الغيرة لن تهدد مستقبلك مع الحبيب لانك كثير الليونه في تعامله معه. في فلوس ديالك، فلوس ديالك يعني هتديلك خلاص، هتكون مكافاه او ربح او حاجه زي كده. عندكم هنا يعني في خيار كثير ديالك هيغير حياتك فوق ما تتوقع، فوق ما تتوقع. الايام المقبله ستكون عباره عن يعني فتح الابواب اللي كنت بتحاول تفتحها، فتح الابواب المغلقه اللي انت دي كنت بتحاول تفتحها باي طرق راح تنفتح قدامك. فاستغل كل الفرص اللي تقع امامك، استغل كل الفرص صح اللي تقع امامك حتى توصل لهدفك او توصل للطريق اللي انت عايز توصل له. في علاقه جديده كمان، في علاقه يعني جديده دي حلوه مع شخص بتشعر معاه بالسعادة وبالراحة وبالاطمئنان. في تطور علاقتكم للارتباط رسمي بإذن الله تعالى. في شخص عاوز يستغلك خلي بالك منه، في شخص راه عايز يستغلك في عملك أو عايز يستغلك في حاجة كثيرة أو يسحب منك مال أو يستغلك، خلي بالك منه. حقك ردع لك، حقك ردع لك. عندك طريق سفر، عندك طريق سفر قدامك حلو، السفر ده كويس يعني هيكون فيه أصدقاء أو سفر لشغل. في عندك سفر، عندك هنا اللي أنت زعلان عليها، أنت زعلان على حد، يعني حد زعلان عليها أو حد مسدون، حد يعني مسدون عنده سدن او مسدون او مريض او تعبان، انت زعلان، عندك طاقة زعل كبيرة، عندك طاقة زعل كبيرة، ربنا يشفيه وهيخرجه من المحنة اللي هو فيها بإذن الله تعالى. عندك هنا لديك يعني بشرتين حلوين احلى واجمل من بعض، هيفرحوا قلبك وهيرد روحك تاني من اول وجديد. الاولى يعني بعد 7 ايام، بعد 7 ايام بإذن الله تعالى، والتاني بعد 9 ايام، ممكن 7 ساعات او 7 ايام هكذا، لان قدامك 7 خطوات و9 خطوات. لديكم يعني هنا اموال قادمة وتعويضات، لديك في رفعها لمكانة عالية، المكانة دي عالية يعني في عملك ورجوع الثقة بنفسك في ترقية او عمل انت مقدمه على وظيفة او في زيادة ربح من العمل، في حاجة دي تخص العمل ديالة. يعني اراكم هنا بس انتوا هنا يعني غير مهتمين، مهتمينش بصحتكم الفترة دي،
يعني الفترة دي ما يهتمينش بصحتكم، حاول تستهم بصحتك هكذا. عندك هنا برضو انت هتسامح ناس، هتسامح الناس دي، الناس دي مع انها ظلمتك بس حقك هيكون رجع لك، فانت يعني يا رب انها تسامحهم لانك خلاص يعني ما بقتش يعني محتاجهم ولا بقتش شيء، لانك يعني مشيت في طريقك وما بقتش تبص لوراك، خلاص تركته. عندك هنا برضو يعني هناك يعني بعض الاشخاص بتحقد عليك، بتحقد عليك وتتمنى ليكم الضرر والاذى، تتمنى ليكم الضرر والاذى. الناس دي ارجوكم يعني لا تثقوا ولا تخلوا دائره معرفتكم تتسع، كما كنا بلاش كل اللي في قلبك يكون على لسانك. هناك من يضحك في وجهك، يضحك في وجهك ولكن هو يتمنى ليك الخراب، يتمنى ليك الحزن، يتمنى ياخذ النعمه اللي معاك، يتمنى ياخذ كل حاجه منك، هو اللي يكون احسن منك. وراك برضه ماشي في طريق، انت الطريق او انت الطريق دي صحيح، الطريق دي ماشي فيه، طب ماشي في طريق صحيح. ربنا هيسخر لك ناس هتسبب ليك الفرحة ليك، وهتعرف يعني وهتعرف ان طريقك صحيح، وكمان هتتعرف على اشخاص جديدة هتخليك في ارتياح معنوي ونفسي جديد. عندك هنا اللهم صل على سيدنا محمد، في اختلافات ما بينكم، في اختلافات ما بينكم وبين الحبيب، او اختلافات ما بينكم وبين حد عزيز على قلبك او صديق، حاول يعني تحلوها الاختلافات دي، حاول تحلوها. عندكم هنا رجوع من شخص، رجوع شخص دي نادم على فراق، ندمان بعد فترة طويلة من الانقطاع، وحابب يعني راه يبدأ معكم علاقة جديدة، او حابب يبدأ معكم قصة جديدة او حياة جديدة. هذا القراءة احبابي في الله عامة، خذ اللي طابق عليك واللي طابق، اللي مش طابق عليك سيبه للاخرين، بس فضلا وليس امرا ادعموا الفيديو باللايك احبابي في الله. بسم الله ابتش. عندك هنا اكتشاف يعني اسرار وفتح كلام قديم، ويعني ورا ظهور هنا تظهر قدامك حقائق هي في مصلحتك انت على فكره، يعني هي في مصلحتك، وهذه الامور الفتره دي هتحصل، هتظهر قدامك، هتكتشف اسرار والكلام هيتفتح قدامك، والكلام دي كان قديم يعني وهيتفتح الايام دي. في عندك هنا فترة انتقالية، يعني فترة انتقالية بتمر به تخص حياتك يعني، ومحتاجك يعني ومحتاج منك الهدوء وعدم التعامل الكثير مع الناس، يعني الهدوء، حكم عقلك وهكذا وتعامل بهدوء وصح. في عندك استمرار هنا في تساقط، او عندك استمرار في تساقط الشعر ووجع اسفل الظهر وتعب وخنقة وضيق وصداع. وعندكم يا برضو أحلام بالحيوانات أو أحلام بيسعبين أو أفاعي. عندك في المنام برضو أنت شفت اللي سحرك، أو شفتي اللي سحرك، شفتي اللي أذاكي، رأيتيه في المنام. منكم برضو من رأى اللي سحره أو أذاه أو اللي بيسجيه السحر، في سحر عندك، سحر، السحر ده هو اللي يعمل هكذا. بس هتنتصر، عندك انتصار على الظالم، هتنتصر عليه، ربنا هيبليه باللي يخليه ينساك. عندك رجوع حق ليك. في منكم برضه هنا انفصال من علاقة مؤذية، علاقة مؤذية هتنفصل منها وربنا هيعوضك خير، صدقني هتلاقي الخير دي دايلك، دايلك الخير، دايلك بإذن الله تعالى. لكن برضو بدأت يعني تتعامل بهدوء مع مشكلة، المشكلة دي عائلية، وتردع عن تفكيرك الزائد وتركها لله، هتنحل، هتنحل، هتنحل بإذن الله تعالى. عندك هنا المشكلة دي يعني ما بين الأهل أو ما بين القرائب، يعني هتنحل الأمور دي، هتنحل بإذن الله تعالى. بس حكم يعني عقلك، قلني أنت عارف إيه مشكلتك، يعني انت عارف ايه مشكلتك، انت يعني محتاج حد راه برضو يعني حد يحس بيك قبل ما يعني يحبك، وبرضو يعني كسرة قلبك دي يعني راه عندك، برضو انت محتاج حد يهتم بيك او بأدق تفاصيلك ويرعاك، يعني انك يعني شخصية بتتأثر بسرعة، او ممكن يعني كلمة تخليك في سبع سبع،
وكلمة تخليك في سبع أرض. محتاج شخص يعني يتعامل معاك بصدق، شخص يعرف نقطة ضعفك ويقويك مش يستغلك، يعني محتاج حد يكمل معاك مش يعني يد عليك، يرعى معك كلامك، يكون معك ويدي معك، يحل معك العصبية أو الضيقة، ويفهم ما خايف من ايه، أو وجعك ايه، أو حزنك ايه. شخص يحترمك ويصونك في غيابك أو هكذا، أو في حضورك، يعني محتاج حد يفهمك، يفهم ضحكتك، يفهم كل حاجة عندك. يعني راك برضو انت مش محتاج الكلام يعني، بس محتاج حد يكون معك كويس. عندك يعني بشرة، برضو عندك بشرة وقضاء حادث وخبر حلو. الخبر انت مستنيه، انت منتظره، الخبر يكون نجاح او وظيفة او بشرة بإذن الله تعالى قادمة قدامك. خلاص يعني عندك هتزداد حالة التفاؤل بطريقة ملحوظة، يعني هتحصد الثمار عمل السابق، هتحصد الثمار، هتحصد كله بإذن الله تعالى، وهتفرح وتكتب بداية جديدة فيها الفرحة، فيها السعادة، تفتح قدامك الأبواب في انفراجات رائعة، وعندك تغيرات كثيرة في حياتك. يعني عندك طريق سفر، طريق سفر غير متوقع وقادم ليك، عندك طريق سفر غير متوقع يعني وقادم ليك بإذن الله تعالى. استعد للفرحة والمفاجآت، راح يطرق بابكم الحظ، يعني في أرض عندكم، في أرض بيتكم فيها الفرحة، في عندكم يعني خطوبة أو بشرة فرحة بمولود أو زواج أو ارتباط ليك أو ليك أو لابنك أو لأختك، في ارتباط وفرحة في أرض بيتكم. عندك قلق واضح في ملامحك ووشك، بس يعني سايبك هنا يعني بكثرة التغيرات اللي حصلت حواليك أو المشاكل أو الكلام اللي سمعته، اترك الأمور وبلاش التفكير الكثير، بلاش التفكير الكثير وسيب الناس في حال. عندك هنا بتتفاجأ بريسك دايلك، يعني مشروع دخلت فيه أو في رزق دايلك غير متوقع ومال، يعني عندك مشروع أنت داخل فيه أو مقدم على وظيفة أو مقدم على مال، لأن في مال دايلك. عندك هنا مقابلة أو لقاء أو مكالمة هاتفية مع الحبيب، يعني أرى في توضيح ما بينكم، أمور عتاب ما بينكم، في أمور عتاب أو توضيح كلام أو تفسير كلام، يعني ما بينكم عتاب أو توضيح أمور وصلح، في صلح ما بينكم، في فعل خير أنت عملته، يعني عملته رد فعل الخير دي كبير ليك أنت، ما كنتش متوقعه خلال يعني أيام، خلال أيام. الغيرة والحسد يعني دولة، يعني الغيرة والحسد من حد قريب، الغيرة والحسد والساحر دل سحركم من حد قريب منكم، يعني تجنب يعني الحديث أو المكالمات مع الناس دي، في حاجة مفقودة منكم، رايحة منكم، لأن أراك يعني هتحصر عليها. الحاجة دي مهمة، كنت فقدتها من فترة، كنت فقدتها الحاجة دي، راح تحصر عليها وراح تلاقيها. عندك حد برضه هنا المسدون ده او المريض، عليه المريض يعني قريب ليك او مسدون، راح يشفى باذن الله تعالى. عندك يعني او ان كان مسدون راح يخرج من السجن اللي هو فيه، لان اراك يعني بتدعي له، زعلان عليه، عايز تساعده باي طريقه، عايز تطلعه من المحنه اللي هو فيه، ان شاء الله راح يشفى وراح يخرج من ان كان مسدون او هكذا باذن الله تعالى. اكمل في طريقك زي ما انت، ديالك الفرحه، ديالك الوظيفه او ديالك الربح او ديالك السعاده. انت ماشي في الطريق، الوظيفه دي او المشروع اللي انت داخل فيه راح يندح باذن الله تعالى. عندك هنا برضه انت انتقال لارض، ممكن نقول انتقال لشراء البيت الجديد او انتقال لزوجك او انتقال لبيت زوجك او انتقال لبيت جديد، لان ارى في طاقه انتقاليه، شراء مسكن او شراء منزل او شراء محل، ان شاء الله فيه الشراء، طاقه الشراء قريبه باذن الله تعالى. وصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابي في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشتركوا في القناه فليشرفني اشتراككم في القناه وتنزلوا في التعليقات. صلوا على الحبيب المصطفى بنيه الفرج، وان كنت بتعاني من السحر او من مس او من تعطيل او متابعه، الرقم امامكم اللي حابب يشرفنا في التواصل يتواصل معنا، وكل الاعدادات داخل القناه منزلها من قبل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.